السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nice to meet you again. إن شاء الله to complete our course. نكمل الكورس تبعنا. Last period, last time, المرة اللي فاتت. في البيريود اللي فاتت. Last. في البيريود اللي فاتت. في الدرس اللي فات. We stopped at. وقفنا عند. اللي هو الرايتنج. أخذنا الرايتنج صح؟ أخذنا الرايتنج. وطلبت منكم to give me writing اللي هو عن في عندي رايتنج كان بتكلم عن أسبيشال إيش يا بنات؟ كان بتتكلم عن أسبيشال ميل تمام؟ صح؟ إيه هو روت a subject or a topic about this. مين كتب يا بنات؟ كتبتوا عنه؟ حدا كتب فين؟ يلا ورجيني يا بنات. علي صوتك عشان اسمع. كتبنا يا بنات عن وجبة خاصة، قلنا مهم، صح؟ عشان اسمع. سمعت من حدا منكم؟ طيب يلا. ايه؟ طب يلا ابدي ورجيني. نسمع بنات، بليز لسن. هذا الموضوع، أول موضوع ذا فيرست توبيك، أول موضوع اللي هو بخصنا في يونت نمبر 2 اللي هو وجبة خاصة سبيشال ميل تمام. هذا حتلاقيه you will find in the exam، حتلاقيه في الاكزام موجود. choose one of the following، اختار واحد من الاثنين، هيكون هذا one of them، واحد منهم اللي هو وجبة خاصة. تتكلم قلنا فيه إله اللي هو مين ideas، إله أفكار، وتكلمنا عنهم reason for the meal، سبب الوجبة right، سببها إيش المناسبة إيش الأوكيجن، وتكلمنا أو بدنا نتكلم عن where and when the meal was, the people at the meal, what time it started and finished, what you wore, the food and the drink, any other interesting information, right? Yes, go ahead, please. يلا. What's your name first? احكي لي اسمك. أنا؟ Yes. شاهد. يلا شاهد. Yes. لا خلاص thank you very much. بس بده شوية modification، شوية تعديل خفيف تقدر تديه لي عشان أطلع عليه وأشوف إيش لازمه. كويس هو لكن وكتير شوية بدنا نحاول نعمله اللي هو نخففه شوية. Yes, your name please. شاهد. يحيى. Yes شاهد. Speak up، علي صوتك عشان other students listen. والله مش سامعين. سامعين بقى. طيب كمان مرة. ميل. My special meal. سنابل. ريستورانت. Uniform. What does it mean uniform يا بنات؟ زي رسمي. إيه؟ زي رسمي. Who can spell it؟ مين هديها يا بنات؟ Uniform. هذا زي رسمي uniform. تمام. A special uniform. I wore.
a special uniform. ارتديته زيا رسميا. Yes. تمام. شوي بدك شوية تعديل، شوية بتظبيط كمان السبيكينج، شوية بده كمان. تمام شوية. أيوة. Your name. نسمة الأصل. Your father. محمد. Thank you very much. While going out بتعطوني البيبر عشان اطلع عليهم بنات، او بتزبطوه بترتبوه بتسلموه لي كويس عشان اعملوا تشيكينج. تمام. بدي اورجيكم سامبل لبنت من البنات كتبان، تطلعوا لي عليه وتشوفوا لي ايش رايكم فيه. مش غلط كثير، في اسهاب شويه زياده عن اللزوم. نعم. طلعوا لي بنات على الـ على الـ على الموديل هذا. بدكم تسجلوا سجلوا يا بنات. ماي ماي سبيشال موديل يا بنات، يعني ايش يا بنات؟ نموذج، نموذج على الرايته التعبير. ماي سبيشال، ايش الفيرب المفروض يكون هنا يا بنات الموجود؟ كان. ايش الفيرب اللي حطه؟ ايه واز. ماي سبيشال ميل واز. خلينا نقول، خلينا نعمله واز لاست. وقت ايش كان يا بنات؟ Last month, my special meal was last month. For my birth. My birthday. I went to Sanabel. Sanabel ايش يا بنات؟ Yes. ايش مطعم؟ Restaurant, right? Restaurant. With my best friend. زميل، مفروض ايش يا بنات تكون هذه؟ تكون ايش الفيرب يكون يا بنات؟ زميل. ايوه started. مظبوط. زميل started. The meal started. مع الزمان ايش بنحط المفروض يا بنات؟ مع الساعة. At. At. 8 PM. And عكس. Finished. And finished. At 9
بي ام. ايش هذا الفيرب؟ I wore. A special uniform لهذه المناسبة. For this, for this what? Occasion. What does it mean, occasion? مناسبة. We had delicious. Delicious what? Tasty, right? لذيذ. Cake. And they drank. Pepsi Cola. Pepsi Coke. We had enjoyed the meal very really. It was a nice what? Experience. تجربة. كان موقف وكان تجربة. كانت تجربة رائعة. You can write like this one. You can write, yes. My special meal was last month for my birthday. I went to Sanabel restaurant with my best friend. The meal started at 8 p.m. and finished at 9 p.m. I wore a special uniform for this occasion. We had a delicious cake and brunch, Mexico. We enjoyed the meal very much. It was a nice experience. Thank you very much. تمام يا بنات. Who can? أصطال؟ Yes, please. Delicious. We had experience. Right. Did you finish? Finished? Okay. My dear students, open your box, page 14. Page 14. Can you read the title for me, please? What's the title of this page? First meeting. First meeting is very important for us. First meeting. Here you. Unit 2. Two. B. First. Meeting. Yes. اللقاء الأول. If you have first
بوت أتاك. حطولي صح على البوكس اللي على الطرف. من عند الفوكابولري اللي على الطرف على الرايت اللي على اليمين حطولي تك عليه. فوكابولري فوكابولري ريليشن. We are going to take. خلص بنات خلصنا. طيب تمام. For today we are going to cover two things. First, الأول هنعمل هنغطي الفوكاب اللي بخص بنات ريليشن شيبس. هذا أول واحد بدنا إياه. تمام. Go to the bottom. روحوا للبوتوم للقاع للفوكابيولري وحطوا لي عليه تك. تحت شايفينهم المربع الأخير اللي تحت exercise number 5. هايو تحت exercise number 5 vocabulary relationships. تمام كلنا شايفينه. Tick the phrases you know, then do the exercise in page 121. Okay, let's discuss the vocabulary in the box. Who can read number one? Yes. Go out with someone. يخرج. يخرج. Go. Go out. With someone. Next. Next. Get. To. Get engaged to someone. يخطب أو يخطب لشخص ما. Where is يخطب هنا؟ Engaged. في عندي كمان خطوبة متذكرين بنات إيش معنات خطوبة بنات؟ نقلوني خطوبة من كلمة engaged. Engage. هتتكون إياها؟ تمام. Engagement. هذه one of the beautiful occasions. أحد المناسبات الجميلة. Engagement خطوبة صح؟ هذه engaged يخطب. Next. Ask someone out. Someone out. يطلب من شخص الخروج معه. Ask someone out. A date. Go on a date. يذا في موعد. بتحدد موعد تخرج فيه. Go on a date. يخرج في موعد. Next. Yes. يتزوج من. Get. Married. Get married to someone. يتزوج من شخص ما. Get married. Fall. يقع في حب. Fall. Love. Fall in love with. Next. Meet for the first time. Break up with some. يقطع العلاقة. Break up. Go to page, please go to page. في page 100. Go to page. روحوا لي على page 121.
نعمل ماتش. We have here relationships, right? Relationships, and we have from A to F to H. في عندي من A ل H. في عندي pictures, right? تمام يا بنات؟ شايفينه بنات الصور؟ مطلوب منا نعمل match phrases. بدنا نوصل من 1 ل 8 مع البيكتشرز من A ل H. تمام يا بنات؟ Yes, you have got 2 minutes. معك دقيقتين تعملوا matching. وصلوا لي. Oh, the first is already done. الأولى محلولة يا بنات, right? اللي هي بتقول go out with someone. محلولة E, صح؟ محلولة هذه جاهزة. Go out. شوفوا لي number two. Get engaged to. Yes. مع F. حطوا لها F. Ask someone out. B. Which one? Which picture? C. كده مظبوط. C. Go on. Get married. G. Meet someone for the first time. هذيك fall in love. فوقيها 6 بنات اللي هو fall in love مع دي, صح؟ Get married قلناها مع جي. طيب meet someone for the first time 7. A. وبريك اب ل H. تمام كده, تمام بنات. في عنا في منطق, في حاجة قلت لكم عنه, بكون في حنا think, فكر out of, فكر خارج ايش البنات؟ الصندوق. اطلع برا الصندوق. think out of the box. الان منطقيا logically هذه relationships العلاقات بتتدرج منطقيا, صح؟ هذه logically بشكل منطقي انه بكون الواحد meet someone هيا meet someone for the first time, مقابله اول مرة, صح؟ مظبوط, تمام ولا لا؟ انه منطقيا انه الواحد في ريليشن شيبس, لما تكون في ريليشن شيبس بقابله اول مره, تمام. وات كمز نيكست, ايش بيجي يا بنات بعد كده تسلسلي منطقيا؟ ايش بده يجي في ريليشن شيب؟ ايش بعد كده بده يجي؟ ثينك اباوت ات. معكم 1 مينيت تفكروا لي وات كمز نيكست, ايش بيجي بعد ما شفته اول مره؟ ايش كذا, هاي موجودات العلاقات. الآن منطقياً في ريليشن شيبس إنه أنت بتشوفيني أول مرة أو بتشوفي شخص أول مرة, تمام؟ منطقياً وات كامز نيكست, إيش بيجي في التسلسل بعد كده؟ إيش بيجي تسلسلاً؟ بس بطلب منه اللي هو أطلب منه, إيش رأيك نطلع مع بعض بعد ما نحدد موعد؟ إذا قولي نمبر 2, وير إز نمبر 2؟ آسك سمون أوت. بعدين إيش بنسوي؟ go on a date, بنحدد موعد الخروج. next ايش بيجي بعد كده؟ fall in love. برافو عليكم. بعد كده اذا عجبنا بعض next sorry ايش يا بنات؟ get engaged, نعمل خطوبه يعني تزوج. انا بقطع العلاقه على ضلت وحده. هذه آخر حاجة, بس وين السابعة وين الثامنة؟ ترجع تخربطوا هنا.
هي موجودة هذه، بس هي بالأسود، رتبوها كويس. ثاني بنات، هذه اتفقنا عليها نمبر 1 صح؟ Meet someone for the first time. تمام؟ Next. قلنا اللي هو ask someone out. مظبوط؟ بعدين go on a date. بعدين go out. بعدين fall in love. get engaged. بعدها get married. بعدين ممكن يصير في عنا بريك اب. تمام يا بنات؟ الان تو مي فور ذا ريليشن شيبس يا بنات، منطقيا لما بدنا نكتب عن، عشان نتكلم كمان شويه عن موضوع اللي هو امارد، عن موضوع امارد كابل في الصفحه اللي جايه حنتكلم عن موضوع بيتكلم عن a married couple. ايش مين الكابل؟ اثنين من الزوجين. لما نقول هذول كابل، هذول كابل زوجين يعني. A married couple، عشان نتكلم عن a married couple اكون عارف ريليشن شيبس. هذه بتفيدني كثير when I write a topic، لما بدي اكتب رايتنج عن a married couple. اثنين من الزوجين. My parents، والدي. My brother for example. My friend. My sister. بتكلم عن شخص متزوج، حتكلم في من ضمن اللي هو الـ ideas، حتكلم عن relationships. تمام؟ لما تقول أنا متزوج، إيش بتقول؟ أنت تزوجت إيش بنات؟ I got married. تمام؟ تخطبت. I got engaged. حددت موعدا معها. Went ذهبنا on a date. قابلت للمرة الأولى. I went عشان اجيب في الماضي، عشان بتكلم عن شغلات في الماضي. I went for the first time. صح؟ قطعنا العلاقة او انفصلنا عن بعض، ايش بقول؟ التصريف الثاني من بريك، I broke up. انفصلنا عن بعض. تمام؟ هذا بفيدنا. اوكي بنات، هذا في واحدة فيكم لقطتهم بنات، حصلتهم كلهم لما بتتكلم لي عن علاقات، تقول لي على سبيل المثال I met someone for the first time. Met someone for the first time. I asked him for a date. Asked him for a date. I, for example, asked someone out, went on a date, went out with someone, fall in love with someone, got married, بعدين في عنا broke up. مين تقدر حصلتهم في دماغك كلهم بنات؟ كده في دماغك، لا مش حفظ يعني، بس هي كده قديش مين بتتسلسل تقدر تحصلهم بنات؟ لا هنوخك كده شوف قديش حصل. صح بنات أصطال. تمام ولا خلينا المره الجايه، خل المره الجايه بنات اشوفكم كيف لما نقول نتكلم عن ريليشن شيبس بنات تتسلسلوا لي، تقولوا بنات ممكن نبدا بكذا نيكست كذا. تمام اوكي، عشان لما بكون نتكلم عن امارد كابل اثنين متزوجين حنتسلسل الخطوات هذه، نقول قابلت على سبيل المثال شريك حياتي في ذا فيرست تايم. تمام أول مرة. We asked him out. We went on a date. خرجنا في موعد. بعدين we went with him كذا. وبعدين we fall in love. We get engaged. We got married. بلاش نصل لكلمة بروك يا بنات، خليها بدون. كويس؟ بلاش نصل للطلاق لا سمح الله. طيب الآن بنات لو طلعتوا لي على ايتم نمبر 2 على البند الثاني في البوكس في صفحه يا بنات، وات طلعوا لي على البند الثاني يا بنات، ايتم نمبر 2 على الباست. مين يا بنات في الجرامر حناخد الباست كونتينيوس؟ برافو عليكم، حناخده ونتوقف عنده، ونكست تايم بتحضروا لي على الدرس الثاني اللي هو، وحورجيكم وين اللي هو البريباريشن تبعكم، التحضير تبعه. كويس الان حنكتب في نص هذا اللي هو in bold بشكل غامق، هنتكلم عن الجرامر. which tense بنات؟ اي tense؟ الباست كونتينيوس. يس
can you use this verb in the past, this one? Walk. لا قبل من الاستخدام بدي استخدمها في جملة عشان نعملها. Walk we play. في جملة وتكون مبينة إنها 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 past continuous. بنات مين يعمل لي use؟ Who can use walk? Yes. Yes, I was walking with my friend. برافو عليكم. مين تعمل لي بنات بي بلاي وتكون فيها جمع وجاي مع جمع مش مع اي؟ يس وي وير. ثانك يو فيري ماتش. وي وير بلاينج. برافو عليكم. بنات الآن وين تكوين الباست كونتينيوس في الجمل؟ was where. هاي برافو عليكم. هاي was زاد الفيرب وضاف له اي ان جي. where هنا برضو كمان where زاد الفيرب والاي ان جي. برافو عليكم. بنات الجملة هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف، ايجابيات التنتين صح ولا لا؟ If I ask you to make it negative، حولوا الجملة الأولانية لنيجاتيف يا بنات. I wasn't walking with my friend. Yes، إذن على طول A نيجاتيف. I wasn't. بنلعب في walking يا بنات بنغير فيها شيء؟ لا هذه التكوين زي ما هي. زي ما هي بتضلها أساسية. برافو عليك. هي برافو عليك. wasn't walking. الثانية B we برافو عليكم. كويس. لو بدي اعملك كويسشن يا بنات انا ايش بسوي؟ was walking with my friend. ظبطتي ليو بس ما غيرتي شيء was عشان حولتيها ليو. where you تمام. Where you walking with your friend؟ كده تمام صح شعار مزبوط صح. طب الثانية where we playing football question mark صح. هذا اسمه WH question. إذن بنات الآن عرفنا إنه حنعوز was أو where. إذن إيه بنات الدوني التكوين تبع بنات التنس من was subject نشي subject على طول خلص. was أو أخت مين last الverb زايد ال ing. لو اعطاني يا بنات هنا قال لي على سبيل المثال هي كلمة right ايش بده يصير؟ was writing. لو انتهى الفيرب بايه يا بنات وبدنا نضيف له اي ان جي ايش بنسوي في الاي؟ بنشيلها بدون لا خلص هنا اي وخلص ما حتيجي الاي ان جي. they eat where. تمام. اذا كون من was او where زائد الفيرب زائد الاي ان جي اللي اصلهم بنات اي فيرب هذا من مين جايات هذول؟ من فيرب تو بي من بي عزنا منه التصريف الثاني واز او وير يعني جبناه من بي يا بنات. يعني الاصل الواز او الوير اصلهم من مين؟ من فيرب تو بي. يعني بيطلعوا اثنين هذول هيلبنج فيرب يا بنات اوكسيلري فعل مساعدات جايات يساعدوا الفيرب اللي جنبه عشان نعمل اسم وزمن اسمه مين؟ باست كونتينيوس. اذا الباست كونتينيوس بتكون من الفعل المساعد واز او وير زائد الفيرب مضاف له اي ان جي. الفعل المساعد اللي هو اصله مين؟ اصله بي. وعرفنا النيجاتيف تبعته اللي هو للواز بتصير وزن والوير ورنت. في كلمات الان بدي اصلي بنات في عندي كلمات تنتين مهمات للباست كونتينيوس هو هذه المشكله فيهم. مين يا بنات؟ برافو عليكم. النيات اللي بدكم اياهم كنت بدكم اياها ذاك
طيب بهمش الحين خلاص ما هو عملنا اكتبهم تاني بنات اكتبهم لا اكتبهم ولا خلاص نقلهم لي بنق اعمالهم على السريع اذا كنت نقلهم لي الاولى ثانية وي فوتبول تمام yes. يعرف نزان هنا طيب الآن نروح يا بنات للكونكتورز اللي الروابط المهمات اللي بنستخدمهم للباست كونتينيوس اللي هم وين وايل في كمان واحدة بتساوي وايل يا بنات غير ديورينج لا أثناء لا بتبدأ بحرف الاي أفضل أيوة إيش قلتي أز أز آه مش أز سون أز لا أز لحالة أز أز سون أز هذيك للباست باست سيمبل وباست بيرفكت إحنا بدنا بالباست كونتينيوس خلاص أمسح هذا بنات امسحها كلمات الدالة اذا اخذنا بنات الفورم تبعه البي نروح للكي كيز تاعته في عندنا حنقسمه بنات لوايل وبتساوي بتساوي مين يا بنات تساوي از وفي الطرف الثاني عندي مين وايل بينما واز بينما وين ايش بنات معنى عندنا صحيح I played football B نربط يا بنات بوايل طلعوا في الجملتين تو سيمبل سنتنسز جملتين يا بنات بسيطتين اي بلايد فوتبول كنت بدك تقولي كنت بلعب انا لعبت كوره او كنت بلعب كوره واي فيل داون الان اللي بدنا نوصله ايوه يا بنات ايش حتقولي انا اي فيل داون والله بينما انا كنت بلعب كوره انا وقعت ايوه اصير وايل بينما وايل يس اي كنت اي واز عاد احنا نكتب الجمله عشان نستخرج منها هذا تمام هو مزبوط كذا اللي عارفها بكون ممتاز yeah. الان حنلاقي وايل حنلاقي الباست كونتينيوس وراها صح وايل اي واز بلاينج فوتبول الكونتينيوس ايش جرى لي اي فيل ايش يا بنات سقطت اي فيل داون سقطت على الارض ممكن كانت ايش وايل في النص منها بدل الاول الجمله طب اديني اياها في النص استخدمها لي في النص خلي اعكسها لي في الجمله ايوه ايوه fell down سقطت I fell down why حنجيب النص الثاني من عند هنا يعني جبنا النص الثاني حطيناه قبل وهذاك يدورها في الخل while I was playing
Got it. Got it. إذا كانت while في الأول while في الوسط إيش بيجي في الزمن هذا؟ مستمر past simple simple اللي هو تصريف verb قديش يا بنات؟ تاني. verb two تصريف الثاني yeah. إذا كانت في النص قبليها بده past simple verb two بعدين الشقة الثانية بده يكون was نعم ايش بتقولي لي لو قال لك وايل او لا احنا حيجينا على سبيل المثال في التشوز لو ادتني اداني جمله زي هذه وايل وفتح القوس قال لك بلاي على سبيل المثال او بليد او واز بلاينج او بليد بعد وايل حنقل فيها الاي ان جي صح في الشقه الثانيه لما نصل لها حنقي بين فيل وبين فول الاول والثاني حنقي التصريف مين التصريف الثاني من فول فيل صح مزبوط قاعده هذه اللي هو مين يا بنات وايل نروح لاختها اللي هي ايش وين عندما طيب خليه يا بنات الان يا بنات هذه الجملة اللي احنا ربطناها while I was playing football I fell down شلوا لي while واربطوا لي فيها عشان نطلع ب when استخدموا لي للجملة الأولى هذه كلمة when بدي when هذه الجملة استخدم well use when بعد when بيجي مين؟ بسيط مستمر yeah. عكس while the opposite of while yes when I played football I was playing football ايش رايك يا شعر؟ ايوه هذا انا عندما سقطت when I fell down ايش كنت بتسوي ساعتها I was playing تمام اذا الدنيا بنات الرول القاعده قاعده يا بنات اللي هو وين اذا كانت وين في الاول سمبل كونتينيو صح هاي وين في الاول زائد باست سمبل بعدين زائد كونتينيوس اللي هو باست كونتينيوس اذا بعد وين باست سمبل بعدين باست كونتينيوس واذا كانت في الوسط وين كونتينيوس وبعدين سمبل باست سمبل كمان مره مين تلخص لي بنات قاعده وين يلا شان بعديهم في الطرف الثاني الباست كونتينيوس واذا كانت في النص قبلها الكونتينيوس وبعدين يعني وين ما تكون الوين بكون بعديها السمبل على طول السمبل اما الوايل بكون بعديها الكونتينيوس وبعدين السمبل كانت في النص كانت في الاول بكون كونتينيو بعدها دائما كونتينيوس صح طيب بنات وين بكون موجود هذا الجرامر ريفرنس بكون في اخر الكتاب اورجيكم وين جو تو بيج روحوا لي على صفحه 122 باست كونتينيوس اشروا لي عليه اشاره حطوا لي تك اشروا لي عليه اشاره هاي تحت باست كونتينيوس بوزيتيف اند نيجاتيف في حاله الايجاب والسلب هاي تحت يا بنات الباست كونتينيوس في نص الصفحه في صفحه 122 في السمري في الملخص هاي بنات تحت هاي الشرح للباست كونتينيوس
We use the past continuous to talk about an action that was in progress. كيف كان يا بنات؟ كان in progress يعني كان إيش مستمر. When another shorter action واحد أقصر منه إيش صار؟ Happened حصل يعني قطعه صح؟ مش قطعه مش ضروري يكون قطعه ممكن يكون على سبيل المثال أنا كنت قاعد على سبيل المثال reading أو writing when somebody knocked at the door واحد طرق علي الباب بقوم بفتح الباب وواصل القراءة بعدين يعني ممكن للحظة يعني قطع الاكشن ايه بس ما قطعهوش نهائي ممكن مؤقت واستمر تاني يعني بتقول كنت قاعدة بدرس I was على سبيل المثال reading I was studying when my father على سبيل المثال knocked at the door أو بنت بفتح وبرجع أكمل reading يعني قطع صح هذا اللي هو باست كونتينيوس بكون واحد قطع الثاني مين اللي قطع الثاني الباست كونتينيوس قطع السيمبل ولا السيمبل اللي قطعه السيمبل اللي قطعه يعني واحد كان كونتينيوس شغال انا كنت في نص الشغل كنت قاعد باكل كنت قاعد بعمل اجى الباست سيمبل وعمل له اللي هو مين كاتينج مزبوط لكن تمبرري مؤقت مزبوط مش دائم يعني بشكل كامل Yes, the action in the past continuous might continue after this point. يعني ممكن يواصل بعد هذه النقطة بعد ما يعمل في cutting. مزبوط. Might continue. ممكن يواصل. Was traveling تحت ال diagram تحت المخطط was traveling longer action. Past اللي هو في الجملة I was traveling back from China and we met on the plane. تقابلنا على الطاولة. I was traveling. هذا past continuous. Right? We'll meet. تقابلنا. هو الباست سيمبل اذا واز ترافلينج لونجر اكشن باست كونتينوس ميت شورت اكشن باست سيمبل طبعا البوزيتيف في الايجاب واز اوير زائد الفيرب مضاف له اي ان جي اما في النيجاتيف ايش بنضيف له واز اوير وازنت اويرن طبعا في رول بكون يا بنات عندنا على الطرف للسبيلينج في الاملاء شايفين يا بنات كلمة most verb add ing في معظم الأحوال بنضيف ال ing go going wait waiting لكن في تحتيها في عندي بنضيف بنشيل الاي بنضيف ال ing زي كلمة live living right وفي ممكن doubling زي كلمة get ايش بصير وstop وtravel traveling عملناها doubling للاكشن تمام شوفوا لي بس آخر تمرين يا بنات في موجود وعلمولي على المطلوب next time الآن يا بنات في بيج 114 في عندي 1 في عندي sentence number 5 و 6 و 7 و 8 بنعملهم answering مع بعض في صفحة 14 الجملة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة he talked to a friend and he yes في number في exercise B في 4B right شايفينهم بنات put the verb in brackets in the past simple or past continuous and complete Hilary's story. He talked to a friend and he didn't. صح. He didn't. إذن كان يتحدث مع a friend. إيش بصير؟ He was talking. ولم يراني. He didn't. الماضي بننفيه didn't وسي زي ما هي بنات بتضل right number six so I تصريف التالي من leave left while they were waiting number seven I was walking a car stopped Number eight, I invited him to dinner and that can had a must. That was can. Okay, class, next time you prepare, please, page number 15. Just add tick, حطوا tick على writing. هذا بنجهز حالنا عليه. 10 exercise number 10 بنحط عليه اللي هو a couple وعلمولي على كلمة a married couple اثنين متزوجين مع بعض a married couple حطوا عليه تك exercise number 10 في الرايتنج في بيج في صفحة 15 في بيج 15 شايفين يا بنات في بيج 15 نرجع تاني حطوا عليه تك بليز
اللي هو الرايتنج جيت ريدي وجيت ات رايت صح شفناه هذا بي ريدي كونوا جاهزين عليه ان شاء الله نيكست تايم مع اللي هو بيج نمبر 16 في عندنا ريدنج ذا 1001 نايتس كتاب اللي هو 1000 ليله وليله ثانك يو فيري ماتش ثانك يو سي يو نيكست تايم ان شاء الله